خبر قادم عن نادي الزمالك، ولكن انا حابب اربطه بمنتخبنا الوطني المصري ومديره الفني كارلوس كروش اللي خلق حاله من الغيره عند كل اللاعبين الشباب. وبالفعل بقت قصه الاعاره او عدم المشاركه هي الدافع الاساسي لكل لاعب، كل لاعب اصبح بالفعل عايز يشارك في مباريات الدوري المصري الممتاز. يعني بدي حضراتكم مثال، لما نشوف حسين فيصل مع سموحه بيشارك وبقى يتالق مع منتخبنا الوطني المصري، اسامه فيصل ايضا بيشارك، فبالتالي كل لاعب بقت عينه على المشاركه. وهنا الحديث عن واحد من مواهب نادي الزمالك الصاعده اللاعب حسام اشرف اللي بيدرس دلوقتي قصه الاعاره او ان هو ينتقل لنادي اخر في فتره الانتقالات الشتويه، رغبه منه في اكتساب الخبرات ورغبه منه اكيد في المشاركه. كل لاعب دلوقتي ناشئ اصبح عنده امل، وده اللي خلقه كارلوس كيروش في لاعبي منتخبنا الوطني المصري وايضا كل اللاعبين اللي بينشطوا في الدوري العام الممتاز. كل لاعب اصبح عنده نيه كده ان هو عايز يوري نفسه للمدير الفني. كل لاعب يا فرح اتكلمنا عن القصه دي تحديدا وبتبسط، بس يعني عايزينها تكون بالعقل شويه بالزبط. يعني لو انت شايف ان انت مستواك يؤهلك ان انت تؤدي بشكل جيد ما تمشيش من نادي وتروح تقعد على البنش في نادي تاني. اكيد اكيد، وده يمكن اللي كنا بنتكلم فيه بخصوص اسامه فيصل على الاخص، يمكن اختار العكس مع ان المستقبل كله لاسامه فيصل داخل نادي الزمالك واصبح كابتن من الكروت الرابحه بيدفع بيه مستر باتريس كالتيرون في الدقائق الاخيره حتى من المباريات اخر 10 دقائق واخر ربع ساعه، ولكن دايما حجز كارت او بطاقه تعارف رائعه ومحترمه مع جمهور الزمالك، ولكن رغم ده اسامه فيصل اختار ان هو يخرج لاعاره علشان يكون بيشارك بشكل اساسي مع البنك الاهلي، على عكس ممكن لاعب تاني زي ما بتقول يا غانم ان هو يكون متواجد في نادي من انديه القمه سواء اذا كان اهلي او زمالك ويختار انه يكون قاعد على الدكه لمجرد ان هو بينتمي لهذا الفريق او مش عايز ان هو يرحل عنه، رغم انه ممكن يروح نادي تاني ويتالق فيه ويشارك في المنتخب كمان. لازم كل اللاعبين بصراحه ينهجوا النهج ده، لان خلاص مصر ابتدت تكسب كوادر جديده ومواهب جديده. بنحيي طبعا كارلوس كروش وبنحيي كل لاعب عنده الفكر ده، لان فكره العاره مش عيب. احمد عبد القادر السنه اللي فاتت من هداف الدوري العام الممتاز وبيتالق، ولكن حتى هذه اللحظه يعني مش على سطر او سطر، لا بناء على طبعا وجهه نظر المدير الفني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني. فبالتالي كل لاعب لازم يكون عنده شغف بالمشاركه وكمان شغف بالاحتراف. عايزين نشوف اكتر من محمد صلاح في يعني صفوف منتخبنا الوطني المصري، واعتقد محمد صلاح كمان بيدينا قدوه في الاحتراف ان احنا نكون عندنا دايما الشغف ان احنا نوصل لافضل يعني المراتب العالميه ونتواجد في كل الجوائز. فكرنا بسيناريوهات كتيره قوي بقى العكس، فكره انه لاعب يكون متالق في نادي من الانديه سواء اذا كانت مصر للمقاصه او سموحه او غيره ويكون هداف الدوري وينتقل لنادي من انديه القمه سواء اذا كان اهلي او زمالك وما يشاركش بشكل اساسي وبعد كده يرجع مره تانية يرجع النادي ده. طبعا بس عشان الناس ما تفهمناش غلط، احنا ما بنتكلمش على ان هو يقعد احتياطي ولا لا، طبيعي جدا في منتخبات قويه فيها 11 لاعب. بس انا لما اتكلم على لاعب، لا انا بوضح انا حاجه، انا هنا لما بتكلم على لاعب زي احمد الشيخ كان بيشارك بشكل اساسي مع مصر المقصة، حصل على هداف الدوري لمدة موسمين وانتقل للنادي الاهلي وبعد كده ما شاركش وبعدين رجع تاني وبعد كده شارك وتألق تاني. انا عايز اقولك ان السيناريو ده متكرر ويمكن يكون كمان بيحصل بالعكس ساعات طبعا. فعشان كده دايما لازم اللاعب ان هو يختار هدفه ايه، يختار هو عايز يشارك بشكل اساسي ولا لا، ودايما طبعا انا اللعب. في الفقره دي يعني بخص اللاعبين صغار السن، ان اي لاعب لما اتكلمنا على عمار حمدي لاعب منتخب اولمبي، لما اتكلمنا على احمد عبد القادر اصغر كمان من لاعبي على المنتخب الاولمبي، فاحنا بنتكلم على اللاعبين صغار السن. فكره الاعارات بالفعل بتكون مثمره ان هم يكتسبوا خبرات وبالتالي بتخلي المديرين الفنيين يشوفوهم ويبقى العين عليهم كمان في الدوريات الاوروبيه. بنشوف مصطفى محمد بيحترف هو لاعب في المنتخب الاولمبي، بنشوف احمد ياسر ريان بيحترف وهو ايضا لاعب في المنتخب الاولمبي، كل ده بسبب فكره المشاركه. احمد ياسر ريان احترف لانه كان بيلعب مع سيراميكا كليوباترا، مصطفى محمد ظهر ايضا بشكل جيد. فاحنا مش بنتكلم على فكره الجلوس احتياطيا، في لعيبه كبار جدا بتجلس احتياطيا وكمان بيكون ليها دور في وقت نزولها، وضربنا امثله كتيره جدا في البطوله العربيه زي احمد رفعت لما بينزل وضربنا مثل احنا كلنا عارفينه، محمد ناجي جده يمكن كان افضل بديل وحصوله على لقب الهداف في بطوله كاس الامم الافريقيه 2010 اللي كانت في انجولا. فبالتالي في فروقات ما بين ان انا اجلس بديل ويكون ليا دور، وفي فروقات ان انا يكون عندي شغف بنسبه المشاركه وان انا اكون لسه صغير في السن فبالتالي عايز اكتسب خبرات في مرحله عمريه يعني لسه انا في بدايه حياتي. فبالتالي دي ايضا من المكاسب الكبيره ودي بترجع لرغبه اللاعب نفسه برضو يا غاني. يعني انا برضو من انا وضحت وقلت اللي انا عايز اقوله تمام. انا عارفه على وجهه نظرك الخاصه بيك، انا بتكلم على انها بترجع لوجهه نظر اللاعب والقرار هو عايز ايه. يعني من ضمن كمان الامثله اللي جت على بالي وانا بتكلم حسام باولو من اللعيبه ايضا اللي كانوا متميزين ومتالقين مع نادي الداخليه،
حصل على لقب هداف الدوري لمدة سنتين أو موسمين عام 2016 و2015، وكان بعدد أهداف كان حاجة و20 هدف في التوقيت ده، وبعد كده انتقل لنادي الزمالك ما حصلش على فرصة. فهنا انت بترجع برضو لرغبة اللاعب، مفيش لاعب هتجيله فرصة ان هو ينضم لأندية القمة. صحيح، بس انا لو هناقشه يعني حسام باولو تختلف الحالة، لانه كان لاعب كبير في السن، هو اصلا لما خد الهداف كان حاجه و30 سنه، ولما انتقل لنادي الزمالك كان كبير في السن. صحيح. ففي لاعبين بيحبوا ان هو تضاف لمسيرتهم، هو مفيش لاعب بيحب ده لازم، يعني استحاله حد يجيله نادي من انديه القمه ويرفض. ولكن انت بقى ايه بتبتدي هنا تدرس مين بيلعب في مركزي في النادي، مين، هل في عدد كبير من اللعيبه ممكن يكونوا بيلعبوا في المركز بتاعي، نسبه مشاركتي. بالمناسبه الموسم ده هو مش مركز، مش جايب اهداف، رغم ان هو واخد اكتر صناعه للاهداف في الموسم الماضي والهداف وافضل لاعب في الدوري الانجليزي. بدا جه عليه السن ان هو كابتن منتخب انجلترا، هداف في انجلترا ومحقق ارقام قياسيه، بدا عليه يجي الوقت ان هو حابب يبدا ياخد بطولات. فعشان كده كانت عينه على مانشستر سيتي في بدايه الانتقالات الصيفيه، وتعطلت الانتقالات وما لعبش اول كام مباراه مع توتنهام، فبالتالي تاثر مستواه. ففي فرق كمان، في لعيبه بتشارك ولكن بيبقى عندها طموح. هو خلاص زهق من الالقاب الفرديه، عايز يبدا بقى ياخد القاب جماعيه، يبدا ياخد دوري ابطال اوروبا، لان بتشوف في الاخر لما بنتكلم على جائزه ذا بيست او بالون دور بيقول لك عمل ايه مع فرقته، اخذ بطوله ولا لا. اعتقد ان هي برده بترجع لعناصر كتير قوي، توفيق وحظ ورزق في اماكن، يعني ممكن رزقك يبقى جاي في المكان ده او مش في المكان ده، التوليفه ان انت تكون متالق في المكان ده لكن تروح مكان تاني ما تتالقش، بترجع لاختيار اللاعب وبعد كده ظروف تانيه محيطه يعني. عشان خلانا نناقش ملف كبير قوي.